السلام عليكم. اليوم راح نتكلم معاكم عن الشركات التقنية اللي موجودة في دول الخليج. ما أدري ليش، ما أدري هل يوظفوا الناس ما يعرفون التقنية أو هم عاجبهم ذا الوضع، ما أدري ليش. بس بتكلم لكم البداية عن قصة صارت لي تقريبا قبل والله ما أدري كم سنة، 5 سنوات تقريبا. رايح مع واحد من الشباب في شركة من الشركات في السعودية، شركة ترنية يعني معروفة وكبيرة، وكان هو يطلب تقريبا تلفزيون، فجلس في الانتظار تقريبا خذنا يمكن اكثر من ساعة. فانا قمت اتمشى مكان اللابتوبات، اشيك على اللابتوبات بس كذا. وكان ذيك الوقت تو طالع الكروم بوك او نظام التشغيل مال جوجل على اللابتوبات حقتها او النوت بوك الصغير يعني الخفيف. قعدت ماشي الا جاك واحد، ما راح تقول شنو الجنسية، بس انه جاك جب يتفلسف. انا من النوع اللي لجو واحد مثلا بيتكلم لي ويسوي نفسي يفهم التغريدة، أمشي معه سوي نفسي ما أفهم شيء، أوكي كذا. ففجأة قال لي هذا كروم بوك عاجبك؟ قلت له شيء حلو يعني لحق الطلاب لحق تصفح خبيك. قال لي هذا النظام جديد مال ويندوز نزلينه. أنا صدمت يعني شوي، عطيت الرياكشن شوي كيف. قال لي هذا النظام جديد مال ويندوز خفيف ولا أشياء، هو نظام أبو ويندوز. فأنت إذا جيت تكلم شخص وكشركة معروفة وعريقة يعني ومن زمان، لازم تحط موظف يفهم الأشياء دي. لو يبي يبسط لك ما يبسط لك بذي الحركة، يعني ببسط لك إن النظام ويندوز وأبي أعلمك إن نفس النظام، ما أقدر أكذب عليك وأحط لك نظام أقول لك نظام ويندوز كروم بوك ما له شغل في الويندوز. فهذا حركة غبية، وأشياء كثيرة صارت لي هناك. يعني أنا أدري إنهم ما يفهمون، ما أدري ليش الموظف اللي حاطينه لحق ذي القطاع مستحيل فاهم في التقنية، مستحيل. يعني أشياء تافهة زي كذا يتكلم فيها، منين انت جايب دي المعلومه؟ وليش الشركه الان حطتك انت هنا؟ يعني اذا انت كذبت علي وانا اوكي فهمتها، كم واحد كذبت علي قبلي؟ وكم واحد الخمس سنوات اللي راحت دي، كم واحد كذبت علي؟ او العشر سنوات ما ادري والله من زمان. يعني ليش الاشياء دي تكذب عليه؟ ليش ما تفهم انت في التغني؟ ليش تكون في دي المجال؟ وليش الشركه الان حطتك؟ وليش اذا جات شكوات، يعني احنا بعلمكم الشكوى اللي سويتها انا واللي تكلمت لهم، ما تتعدل من الشركه؟ ليش الناس الى الان يعني ليش المعلومات اللي تجي لحق الكاستومرز او العملاء غلط، ومن شركه كانت تقول الشيء الصح، يعني تكون مرجع مثلا؟ ليش الحين جات لي مشكله من شركه ثانيه؟ طبعا مو بنفس الشركه، الكل يعرفها شركه جرير، ما اقدر يعني ما اقول لكم لا يعني اسم الشركه لان الكل يعرفها. واسئله تجيني في التويتر وفي اليوتيوب في سناب شات هنا، يعني يقول لي شنو الذاكرة اللي خلّى أوريكم الحين شو الأشياء. كبداية معلومات الجهاز، إذا الشركة تبي تأخذ معلومات الجهاز بشيء بسيط إن تأخذها من أبل، يعني تفتح موقع أبل وتشوف مواصفات الجهاز حقتك وكل شيء هنا، المواصفات كاملة عدلها بالعربي. طبعا برضو موقع أبل موجود بالعربي، أخذها وحطها عندك. يعني مثلا ناند فلاش دي الذاكرة معروفة في الجهاز، موجودة من زمان. ناند فلاش هي الذاكرة الداخلية حق الجهاز، بس ليش حطها مواصفة في الجهاز؟ كل الايبادات اللي نزلت يعني هذا النوع، وليش بس حطها في الايباد برو 11 انش؟ وليش حطها في الاسم فوق؟ ليش؟ يعني ليش بس في 11 انش؟ اشخاص يجي لي يقول لي اشتري ناند فلاش ولا اشتري الذاكرة الثانية 256 ولا 512؟ ليش؟ ليش حطها مواصفة انت في الجهاز عندك كذا؟ طبعا في اشياء غلط كثيره. مثلا الغلط الكبير هذا الكمبيوتر لوحي، اوكي هذا هو التابلت الجيل الرابع. لا غلط مو الجيل الرابع، هذا الايباد برو 12.9 انش، هذا الجيل الرابع. الايباد برو 11 انش هذا الجيل الثاني. 2018 نزل 11 انش، اللي قبله كان 10.5 انش، الحين كنسلته ابل وخلته 11، وال 10.5 نزلته مش برو الحق النسخ العاديه الاير ولا غيرها نفس الشكل ذاك. فال11 انش اول حاجه مش جيل الرابع، هذا يعني شيء تافه لازم الشركه تعدله. وكيف نعرف انه مش الجيل الرابع؟ شيء بسيط، خش موقع ابل، هذا الجيل، هذا 12.9 انش الجيل الرابع، ال11 انش الجيل الثاني. هنا ليش حاطين 11 انش الجيل الرابع؟ كيف الجيل الرابع تحط هنا؟ هذا غلط. يعني انت كيف تخلي تبي العميل كعميل الان اجي اشتري من كتب معلوماتك غلط في الجهاز؟ انت كيف تبيع جهاز ما تعرفه ولا تعرف معلوماته؟ طبعا في اغلاط كثيره، يعني لو تنزل تحت في اشياء، يعني اوكي ثواني النوال الجيل الرابع، اوكي في اشياء 64 بت اصدار نظام تشغيل. في شخص سالني قال لي نظام التشغيل حقه 64 بت ولا iOS؟ 64 بت انت ليش تحطها؟
الجهاز من 2015، لا من 2012 على نهاية 2012 تقريبا، ومن ايفون 5S، وهو نظام التشغيل من قبل الاندرويد والاي او اس، ومن الايفون 5S صار 64 بت مش 32 بت. انت ليش تحطه في المواصفات؟ قبل ما بحطته هنا، قبل ما بحطه الشيء خلاص كنسلنا هذا الشيء، المعالج من زمان يستحمل هذا الشيء، والنظام الاي او اس من زمان من 2012 خلاص تعدينا هذه الخطوة من 8 سنوات من قدام، انت ليش تحطه هنا؟ انت عندك ما يعتبر جيل، ما يعتبر ميزة في الجهاز، خلاص صار بيسك ذا ستاندر، ما راح ترجع الشركة تحط هذا الشيء. يعني الأول إنك تحط الواي فاي، واي فاي 6 هذا المواصفات، لأنك بتدقق كثير تحط واي فاي 6 بدل من 64 بت اللي تحطها تكتبها هنا. طبعا في أغلاط ثانية فيها على اليو اس بي سي برضو وحاطين. المهم أنا يوم جيت كلمتكم ترى اليومين، أول أمس كلمت موظف جرير أنا أعرفه شخصيا وقال رفعنا خطاب لهم، وأمس كلمته قال رف هذا، اليوم الثاني كلمته يعني ليش الأغلاط، ليش 11 إنش حطينا الجيل الرابع، قال هذا بروح الحين، وراح حق القطاع حقهم رسلوا خطاب على كلامهم الشعار كلش، رفعوا لحق الرياض يعدلونه، ولهم 24 ساعة ما ردوا. قلت أوكي خل أسوي الشيء اللي أبي أنا أو الشيء اللي ريحني، دخلت في التويتر ولي الحين تقريبا فوق 10 ساعة من رسلتهم، يعني في الليل عندهم وحين صار الصباح، أو لا الصباح عندهم وحين صار الليل، وأنا مرسلهم ما ردوا علي في تويتر. أشوف التعليقات يعني خطروني وعلقوا على شخص، أنا ما بي شيء، أنا بيك بس تعدل لي المعلومة، يعني على الأقل تقول لي شكرا وراح نعدلها، لا ما تكلم عنهم ولا عدلوها ولا سووا أي شيء، إحنا لهم يومين. يعني أشياء تافهة، إذا الشركة ما تعرف لدى الشيء ليش أنت تبيعين حق الجهاز اللي ما تعرفين، ليش ما تحطين موظفين يعرفون حق التقنية ويجون يحرون في الموقع عندك؟ يعني ما يحتاج والله العظيم موظف كبير، يعني أشخاص عادي، أشخاص والله متوسط يعرفون في بيوتهم تقدر تخليهم يعدلون. إذا أنت تعطي موظف عندك مسوي نفسه كبير وما أدري كم تعطينا فلوس وليش، لأن بالجنسية الفلانية ذيك ولسانه حلو، هذا ترى ما له شغل بالتقنية، معلومات عدل وخلاص هذا اللي نبيها. فأتمنى اليومين الجاية تعدل المعلومات حقتها وتحط موظفين ممتازين، لأن اسم الشركة جرير يعني كبير خصوصا في دول الخليج. للأسف الأغلاط البايخة اللي تحطها ما تنغفر، يعني أنت تشوش على الأشخاص وتخليهم يأخذون معلومات غلط، هذا جري. وفي شركات ثانية برضو، يعني الشركة اللي قلت لكم عنها رحت لحق الموظف هناك وكان يقول لي الكروم بوك إنه نظام ويندوز ما كانت جريرة. فأتمنى يعني الدورات دي بسيطة، دورات دي اختبارية لحق أشخاص، تجيب الشخص قبل ما يعدل في الموقع، وقبل ما تخليه يوقف يم الجهاز عشان الأشخاص الثاني يجاوب بيشترون يعطيهم مواصفات، يعرف المواصفات عدل. يعني أنت لو صرت كبير في جرير لازم تلم على كل شيء موجود، واللي تحتك يكونون أنت تختبرهم في الشيء، ما تخليهم بين الناس وتعطيهم معلومات غلط. فبس هذا الموضوع كله، وأتمنى قدام يعدلونه، وأتمنى يردون علي يعني في الكلام اللي قلته، وأتمنى يردون على الموظف حقهم يعني اللي راسلوهم من الفرع نفسه، يعني راسلوهم الرياض خلاص ليش الأغلاط دي. بس خليهم إن شاء الله اليومين الثاني يعدلون ذي الكلمات. فمثل ما قلت لكم ناند فلاش هي ذاكرة داخلية في جميع نسخ هذا، هي الذاكرة الداخلية اللي في المذر بورد موجودة، ما لك شغل فيها، يعني خلاص تخد الساعة التخزين اللي تبيها أنت وما لك شغل في الأشياء. وال64 بت وهو ترى نوع النظام 64 بت، كان 32 بت وحين كلهم 64. الأشخاص اللي يعرفون حق الويندوز كانوا يفهمون الأشياء دي، ما أدري حين الآن ويندوز تسوي 32 ولا لا. ف 64 بت كل أنظمة أبل، كل أنظمة أبل من الآي أو إس إلين الماك، كل أنظمة أبل 64 بت. شو اللي باقي برضو؟ الجيل الجهاز الأيباد 12 إنش هو الجيل الرابع، ال 11 إنش هو الجيل الثاني. لا أحد يخبط لك يحط مثل الكلام المكتوب إنه الجيل الرابع، لا هو الجيل الثاني. وبس، السلام عليكم. رسالة خفيفة لحق الأشخاص اللي يسألوني في الخاص، أنا مقدر سؤالكم، مقدر أنكم تعرفون المعلومة، لكن في معلومات ما لها داعي أني أجاوبك إياها في الخاص. يعني تسألني شنو ميزة الـ USB-C، أو تسألني شنو أقدر أسوي شنو الـ VPN. والله العظيم لو تأخذ الكلمة بس الـ VPN أو الـ USB-C وتحط ما هو بس بالعربي برضو، فجوجل يطلع لك يعني يطلع لك موضوع بالتفاصيل حق شنو هي والأشياء دي كلها. يعني ما يحتاج إنك تسألني في أشياء، أنا جاي هنا أقول لك الأشياء الجديدة
ومعنا الأشياء الجديدة أو ميزات الأشياء الجديدة، فما يحتاج إنك تسألني عن أشياء موجودة من ال... يعني في أشياء أنت تقدر تبحث عنها حتى لو أنها جديدة، بس اكتب في جوجل والله يطلع لك كل شيء. في أشخاص مثلاً يسألني سؤال أنا حاطة هذا جوابه، أنا حاطه في سناب شات، بس يسألني ليش تسألني ما أدري. يعني حاطه هنا هذا الشكل مسرب لحق شكل الايفون الجديد 12، ياخذ الصوره نفسها يعني يعلق على الصوره في الخاص عندي، يعني هذا راح يكون الايفون 12. يعني انا كاتب لك ان هذا الشيء بيكون فتسريب، فيمكن ومش يمكن، ما ادري يعني يمكن ايه يمكن لا. اوكي انا بوجهه نظري ما بعجبني شكل الكاميرات، كيف انه راح يتبعدون، يكون واحد بالزاويه يمين، واحدة الزاوية يسار، واحدة تحت في الكاميرات علي من الليدار. الليدار عادي في أي وقت في أي مكان يحطوه لك ما راح تصور فيها. أنا عجبتني الحركة اللي موجودة في الآيفون 11 برو ماكس الحين، إنه يكونون كشكل ثلاثة كذا وقرابين بعض، علشان لجي التحول من كاميرا لكاميرا إنه هي راح تكون صعب إنك تخلي الكاميرات كيف يكونون قرابين بعض، علشان وأنت تصور فيديو لو تحول بينهم ما تتغير مكان الزاوية وأنت تصور وأنت قاعد تصور. أسمع صوت هوا. ما أدري، ما أتمنى أبغى تسوي الحركة دي، لكن سوتها. هو صعب إنك كل مرة تحط كاميرات، لأن الشيء اللي الشركات الثانية اللي حاطينه مثلاً حاطين كاميرات كلهم فوق بعض كذا، مشكلة إنك تحول بينهم، اختلاف الوضعية أو مكان التصوير، وبرضو وضوح الكاميرا. يعني الكاميرا الأولى مثلاً تصور 12، الثانية 10، وبرضو بعض الشركات الألوان تختلف. يعني تخيل قاعد تصور بكاميرا، شو تحول كاميرا ثانية الألوان تختلف عندك، الوضوح يختلف. فهذه مشاكل دي لازم كل الشركات تحلونها، عشان يخلون الكاميرات أول شيء المسافة بينهم قريبة في التحويل، وبرضو نفس الكاميرا يكون الفرق بينهم بس الوايد أنجل، لكن قد ما يقدرون عادي تغير الأرقام، عشان مثلا الوايد أنجل يبي لها أرقام أعلى عشان تصير مثلا نفس جودة التلفوتو، عشان ما في اختلاف. فالأشياء دي كلها لازم يراعونها، يعني كل الشركات مو بس أبل. عندي كلام في قلبي ودي أقوله لكم، خصوصاً الأشخاص اللي حين افتروا على الأيبادات الجديدة ونسوا الأيبادات القديمة، الأيباد ميني، الأيباد إير، ترى ممتازين. أنا ما راح يعني أعطي نصيحة لكم إنك لازم تشتري مثلاً الأيباد برو وخلاص ما تشتري قديمين، لا. لكن أوكي، الأيباد برو حلو لحق الدراسة، القلم إنه ما يشحن. أنا أذكر تعقدت على الأجهزة القديمة في القلم، خصوصاً الأيباد الأبل بنسل 1 إنك تحطيه يشحن هنا، مع إنه وقت قليل يعني يشحن مثلاً 5 دقايق أو 5 ثواني يشحن لك مثلاً نص ساعة. هنا أفضل راح يكون، يعني مستحيل وقت الدراسة تخلي الجهاز مثلاً أو القلم يكون فاضي عندك، لأنه بس تحطه هنا يشحن. حلو لحق الأشخاص اللي يبون يشوفون أشياء قوية يسوون فيه مثلاً إيتنج، بعض الأشخاص ممكن يسوون إيتنج، الأشغال الخفيفة يصير أفضل من القديمين. لكن لجين لحق الألعاب، ترى يعني في أشخاص إلى الآن يلعبون على إيفون 10S 10S Max وممتاز ما في شيء. فالايباد ميني، الايباد اير ترى ممتازين في الالعاب، ما فيهم تقطيع، ما فيهم اي شيء. لا تتكلم بس عن معالج، وانه مثلا او قام يقطع في الايباد القديم ولا شيء، معناه ما قام يقطع، لكن هنا الريزولوشن اقل، وضوح ما اقول لك لا صار الريزولوشن اقل خلاص، لكن هنا يعني ممتاز. الاستبات اللي موجوده لحق الاختيارات، لا تيجي تاخذ برو بس علشان انه برو، في ترى القديمين ممتازين وشغالين ممتاز لحق اديتنج، شغل خفيف تقطع مقطع مثلا فيديو دقيقة حلو، هنا تبي تقطع مقطع أقوى، تبي تشتغل مثلا لحق الرسم أدق في الريزولوشن الأشياء دي. لكن ترى القديم لا تنسونه، الأيبادات القديمة يعني صرت تبي تلعب ببجي تبي تلعب، ترى ممتازين الأيبادات القديمة. شحن الايفون راح يكون لك أفضل، ما يحتاج تأخذ كذا شاحن معك. البطارية ممتازة، يعني 9 ساعات 6 ساعات نفس القديم، بس بطارية صدق أصغر بالأرقام، لكن استخدامك معاه المدة أفضل أو يواسي القديم. لا تنسونهم، يعني صرت تبي تشتري الجهاز مثلا لحق مشاهدة أفلام، 10.5 inch الأيباد ممتاز، حتى مش البرو القديم. الأيباد ميني حلو لحق يعني أطفال، بليز. أنا يعني الطفل ترى ما ياخذ برو، الطفل البرو مش لحق الأطفال. أوكي، هذا لحق مثلا تبي تشوف فيلم، مع أني أنا ما مرة استخدمت السبيكر حقه رفع كامل، لأن أصلا حتى جوالي ما قمت استخدم السبيكر حقه ولا المايك، ما حط الجوال نكلم كذا كله بالسماعة. فيعني هذه الأجهزة شغلها إلى الآن ماشي،
تكفيك وتوفي في الالعاب في الاشياء دي تكفي. هنا في الكيبورد في الاشياء دي اللي بتحطها مع التراك باد مع الكيبورد دي ملابل اوكي، لكن ترى لهم وقتهم او الى الان يعني شغالين ممتازين، والوقت الى الان ما انقطع عنهم ديلي، الى الان شغالين ممتازين ما في شيء. فما يحتاج انك تشتري الايباد برو علشان بس الاشياء دي. الايباد برو القديم حتى لو انك تكتب نوت او شيء، الايباد برو القديم ممتاز، والايباد اير القديم برضو، والايباد ميني القديم اللي موجودين اللي يدعمون الابل بنسل ترى ممتازين ما فيهم شيء في الاستخدام. هذا ما راح يقطع، ما راح يسوي لك شيء. اقل اداء من البرو اوكي اقل اداء، لكن اداء كافي في الاستخدامات دي كلها. فاتمنى الاشخاص ما يفكرون بس في الاجهزه الكبيره. الايبادات القديمه ابل راح تمشي معك راح تحدثها، الايباد اير ما راح تكنسل اسمه، الايباد ميني ان شاء الله ما راح تكنسل اسمه. نمشي حبه حبه، يمكن السنه الجايه او السنه بعدها نزلت ما ندري الان احد يسالني، لكن اذا نزلت ابل بنسل الجديد وتغيرت شكل الايباد ما راح تغير السنه هذه ولا السنه اللي بعدها، يمكن اللي بعدها. اذا تغير الشكل وصار شكل ثاني، الشكل القديم اللي موجود في الايباد يمكن ينزل على الايبادات القديمه هذه. فابل الشكل انه فاتح خطه السير حقه، فتح الخطه السير هذه اللي يغلي سعر الجهاز. فابل اذا انتقلت على خطه سير جديده في الايبادات الجديده خلاص سعرهم ذلك يصيرون هم اوريدي غاليين، والخطه السير القديمه تنزل على الايبادات القديمه. مثل الحركه الحين يعني الايباد اير صار والايباد ميني صار ارخص، ليش؟ لان خطه السير حقتهم اوريدي قديمه موجوده، فما يحتاج يسوون شيء جديد، ما يحتاج يسوون اختراعات، لا هو موجود الجهاز وكل شيء ويحطوا المعالج وكل شيء ومشي. فالابل بنسل نزل اللي بعده يمكن ينزل استبات على الايباد القديم فتكون لاينات برضو اكبر يعني. فمثل ما قلت لكم الحين وقت مناسب حق شرائك الاجهزه القديمه الايباد ميني ايباد اير على احتياجك على استخدامك، مش خلاص لا ما نشتري، لا ممتاز وتشتري واستخدامه ممتاز وكل شيء. بس كمان برضه على التسريبات اللي طلعت لحق الايباد الجديد اللي بينزل نهايه السنه، التسريبات اللي سويتها لو ترجعون لها تشوفون ان متكلمين بيسمونه ايباد برو ماكس ونوع واحد تقريبا. فيمكن ابل راح تسوي فئه جديده من الايباد برو يمكن، وراح تكون هذاك ذيك ترى سعرها ما راح يكون نفس السعر، هذه راح يتمون ينباعون خصوصا الايباد اللي تو نازل ينباعون. هذاك الكبير ده يمكن ريزولوشن اعلى ميني ديسبلاي ما ادري شنو، ذيك لحق فئه من الناس لحق اللي بيعدلون على الصور اللي بيدققون على الاشياء. يعني مثلا تحط الجهاز حقك يم اللابتوب وانت تستخدم اللابتوب وتعدل صور وكل شيء شوي، تنقل الشاشه بالسايد كارد تقريبا اسمها الميزه ذي، بيكون الايباد شاشه اللابتوب وتاخذ الايباد وتعدل الصور مثلا بالكتاب وترجع مره ثانيه. فئه محدده لحق الاشخاص ذيك اللي يدقون في الايديتنج اللي يدقون في الاشياء. فالايباد ذاك شوي هذه الاشاعات على الموجوده الحين انه شوي بيقرب من اللابتوب، لكن حق ذيك الفئه انت بتشتري بتلعب، يعني انت بتشتري بتستخدم حق العاب ولا شيء انت بكيفك فلوسك عندك كل شيء. لكن الايباد اللي موجود الحين ممتاز يعني ما في شيء، يعني تنتظر الجديد. اذا انتظرت الجديد وقبل ما ينزل الجديد انا اذكرك، قبل ما ينزل الجديد بتطلع اشاعات حق اللي بعده، فتنتظر راح تنتظر مدى الحياه انت قاعد تنتظر الاشاعات. والدليل على ان الايفون 10 اول ما نزل، متى نزل الايفون 10؟ 2007 اول ما نزل او قبل ما ينزل في سبتمبر اذكرها، طلعت تسريبات قبل ما ينزل الايفون 10، طلعت تسريبات لحق الايفون اللي بعده في 2018 انه راح ينزل الايفون 10 اس و10 اس ماكس الكبار و10 ار، طلعوا كلهم تسريبات حقتهم. فاشخاص ذيك الفتره اوه كيف انت منزل الحين تسريبات هذه حق السنه الجايه وانت طبعا طلعت التسريبات ان الاحجام حقينها، ومع ان الايفون الجديد مال السنه هذا ما نزلت، هذه التسريبات تمشي كذا يعني قبل ما ينزل ايفونك مال السنه هذه او جهازك تطلع تسريبات حق اللي بعده. كل الشركات هنا خصوصا ابل عندها خطه اجهزه وكل شيء حق 4 سنوات 5 سنوات، يعني ابل تشتغل حق اللي قدام مال السنه الجايه واللي بعدها كل شيء جاهز، بس وقت ما تتحرك ابل عليه مثلا تقرب لحق الشغل انه خلاص يلا هذا بينزل مال السنه الجايه تبدا تسريبات حق تطلع. والدليل انه يوم ينزل الايفون 2G طلعت تسريبات بعدين يوم نزل الايباد، انه كان تيم او ستيف جوبز عند الايباد اير وعنده خطه الايباد اير كانت اول، كان بينزل الايباد ايش ايباد اير الايباد العادي الكبير هو الاول، لكن الكل يعرف انه ما بلازم انك تنزل التقنيه تنجح، وقت التقنيه متى تنزل هذا وقت نجوح التقنيه. في شركات سوت كم نظارات ما نجحت ذيك الفتره، لكن اذا جو وقت الورابل او الاشياء الملبوسه وقتها هذا وقت نجوحها. ف مش لازم انك تسوي شيء حلو واو ينجح، وقت يعني ما بس الواو ينجح لازم برضو وقت خروجه. فيوم سوى الايباد فكر فيه قال مو بش وقت، لو ننزل الايباد ما راح ينجح فخل ننزل الايفون. حركه حلوه صح اللي سواها، يوم نزل الايفون ونجح الايفون بعدين نزل الايباد. ف
عندك جهاز قوي او شيء الشركه ما لازم تنجح، لازم الوقت المناسب انها تنزله. فهذا تسريب من التسريبات ان الايباد كان قبل وستيف جوبز كان عنده بعد 3-4 سنين بعدين نزل الايباد بعد ما فكر متى الوقت المناسب حق تنزيله. طيب اشخاص كثير يسالوني كيف نعرف بطارية الايباد، هل انقصت ولا ما انقصت، هل تاثرت الحين قل اداها ولا ما قل ادائها، والايفون الايفون في ابل تعطيك النسبه نسبه البطاريه، بس اذا صرت تبي تعرف كم مره شحنت الجهاز، يعني الايفون لك 500 مره تشحن الجهاز بعدين يوصل 80% النسبه اللي موجوده في الاعدادات تقدر تطلعها، لكن ال 500 هذه بعد ال 500 لازم تبدا تحسب حساب الجهاز انه راح تغل بطاريته بعدين، لان اداء يعني بطاريه الايفون راح يعطيك اداء عالي في ال 500. طبعا ال 500 هذه مش بس هذه اللي راح يقلل الجهاز، صرفيه استخدامك الجهاز، طبيعه استخدامك الجهاز، تحطه يشحن وتلعب وترفع درجه حراره وما شنو كلها تاثر ذي. الايباد قبل ما بحطتك في الاعدادات، يعني تخش الاعدادات ما راح تشوف الخيار هذا. فاتمنى صور الشاشه حق السنابات الجايه كلها ونشروها وحفظوها عندكم حق في المستقبل كيف تعرفون خصوصا الايباد كيف تعرفون كم نسبه البطاريه حقتك. طيب عليك البداية تفتح الاعدادات، ايفون ايباد جهازك نفس الحركة، يعني لو فتحت الاعدادات تروح على خيار الخصوصية اذا جهازك عربي اضغط على الخصوصية، بعدين تختار الخيار اللي قبل الاخير اضغط عليه، طبعا نفس الايفون حتى الايفون تقدر تسوي الحركة، بعدين تختار هذا الخيار اللي موجود هنا، بعدين تبحث عن كلمة تروح حق حرف اللوج او الال، اي حرف اللوج ما في حرف اسمه لوج، الال تنزل آخر شيء، طبعا ما بآخر شيء بس إنه لازم أنت دورة، فحب حب اللي ندورة عليك أنت دورة جي أول كان يصير هنا، أيوة هنا نشوف آخر خيار هذا هو على حسب التاريخ، شوف الكلمة حقتك log aggregated شفتها التاريخ هنا، ناخذ هذا الخيار ما ناخذ الخيار اللي فوقه لان هذا مال امس مال اليوم، شوف تاريخ اليوم برضه موجود، فهذا الخيار لازم يكون عندك في الجهاز 100% يكون عندك، تفتحه تشوف هنا كلمات ما لها داعي ما راح تفهم لها، اذا ايفون عندك او ايباد ما عندك كيبورد فعليك انك تحدد من البدايه وتنزل تحدد الكل، يعني تحدد الكل، فانا عندي الايفون الايباد وعندي الكيبورد فبحدد الكل كذا بالكيبورد، فحددنا ونسخنا، تنسخ الكل كل الكلام اللي هنا في ذا الخيار اوكي، تروح الملاحظات تفتح الملاحظات تسوي له لصق، طبعا بيطول شوي علشان ان الكلام كثير الكود كامل، فاذا حطيناه هنا اذا جهازك ما في كيبورد تضغط على الشير هنا خيار الشير وتسوي فايند او العثور، راح تشوف هنا العثور كلمه العثور هذه بالمكبرة تضغط عليها، لو فتحنا لك الخيار اللي تحت، طبعا اذا كان عندك جهاز الكيبورد تقدر تضغط كوماند اف ويطلع لك الخيار اللي تحت مثل ما شفت. الحين عليك تكتب بالانجليزي باتري، لو كتبنا باتري نكتب سايكل مثل ما نشوف وين الال، بعدين نكتب كاونت الكلمه هذه تسوي سكرين شوت عشان تاخذها، اذا حصلنا الكلمه راح يحدثها لك هنا، يعطيك الحين هنا كم مره شحنت جهازك مثل ما نشوف، انا اللابتوب حقي او التابلت حقي شحنته 192 مرة، طبعا شري من 2018 الايباد القديم هذا بو كاميرا واحدة اوكي، هذه كلمة يعلمك ان الجهاز حقك شحن 192 مرة من 0 الى 100، مثلا شحنت جهازك من 0 الى 50 اليوم الثاني شحنته من 0 الى 50 هذا سايكل واحدة او اعادة تدوير واحدة ويحسب لك لين يوصل لك 100، فهذه باتري شوفوا الكلمة هنا باتري سايكل كاونت، فهذه طيب كيف نعرف جهازنا؟ احنا نوريكم هنا النسبة اللي عند ابل، شوف مثلا هنا الموضوع اللي فوق يعني according to ابل انه يقول لك الايفون يوصل حق 80% على 500 مرة افتر بعد 500 مرة في الشحن، بعد 500 راح يقل اداء وتشوف راح يوصل 80% في العدادات الخشرة العدادات البطارية الهيلث حق البطارية تشوفها 80 بعدها خلاص يبدا يقل يعني اداءه. الايباد اللي موجود عندي بعد 1000 مرة سايكلز، فأنا عندي حين 192 فشي حلو بريض، أما الايبود تاتش بعد 400 دورة
مثل ما نشوف. فالكلمات كلها هنا عندك وكل شيء موجود. اوكي مزبوط. فكده نعرف كم مرة شحن الجهاز كامل وكم الحين أداء الجهاز، يعني خلاص 192 ري. باقي عندي مشوار علشان وصل الألف بعدين انتقل أداء البطارية. يعني الأداء البطارية عندي ممتاز، والدليل إن سويت الفيديو لكم مقارنة بالآيباد الجديد 2020 والآيباد اللي عندي في الأداء نفس الأداء، يعني بعد ساعة ونص ساعة وأربعين دقيقة طلعوا نفس الأداء، يعني كنا جهاز جديد ما بعد تقل أداء البطارية. فمن كده تعرفون في الآيفون في الآيباد تعرفون كم مرة شحنتوا البطارية، ما عليكم النسبة، شوفوا كم مرة شحنتوها لأن الشحن هو اللي راح يأثر، وبرضو الحرارة واستخدامة الجهاز. السلام عليكم. لا تنسون سكرين شوت لحق الفيديو أو سكرين ريكورد لحق السنابات اللي سويتها كلها، حفظها عندك في المستقبل تعرف كيف تطلعها، ارسل لحق واحد من الشباب، ارسل لحق الأشخاص اللي تبيهم يفهمون ويعرفون كيف الطريقة. مرة ثانية السلام عليكم. طبعا انا عارف ان يجون اشخاص او شنو هالارقام بالاكواد دي، ده الجهاز يحسب كل مره تسوي، يعني كم مره سويت ديسشارج حق الجهاز حق او الكرنت كم دخل في الجهاز والاشياء الفلاش كم شغلت الجهاز شو استخدم دي الاكواد دي جمعها الجهاز عشان ابل تعرف بعدين. احيانا يعني تاخذ الجهاز ابل منك تبي تعرف كم مره شحنته لو صار في اثر شيء في جهازك او شيء، دي الارقام لحق الشركات عشان يعرفون الاشياء. فانت تقدر الحين منها برضو انت تستخدمها اذا كنت عارف الاكواد، تعرف جهازك كم مره استخدم كم مره فتحت ذاك الاشياء الكارنت او شو اسمها المغاوه ما ادري يسمونها المهم لحق الجهاز الشحن، يعني كم مره دخل ديسشارج الاشياء دي كلها موجوده كلها كارقام هنا احنا ما نفهم لها. يعني طبعا انت كيفك تقدر تشغل الخيار اللي فوق عشان ترسل حق الشركه ابل، فالمعلومات اللي هنا وقت الشحن وكم مره شحنت الجهاز والاشياء دي عشان ابل تسوي لها امبروف بعدين في المستقبل حق الجزم الجزم يعني لو تنزل جهاز جديد. انت بكيفك لو شغلتها هنا راح ترسل المعلومات اللي قبل شوي كم مره شحنت الجهاز والاشياء دي كلها المعلومات اللي هنا ترسلها حق ابل عشان ابل في المستقبل مثل ما قلت لك تعرف شو المشاكل والاشياء دي. تبغي تعرف متى يغلى اداء الجهاز تخش الاعدادات البطاريه وتشوف نسبه الحاله البطاريه والهيلث وتشوف النسبه هناك وتشوف تحت مكتوب لحق البرفورمانس الجهاز الى الان على البرفورمانس ولا لا. انا اكلمك بهذه الطريقه ان اعلمك كم مره انت شحنت الجهاز الفول واكوردني حق الاشياء اللي في الموقع لو فتحت لكم قبل شوي سفاري يعلمك ان الايفون مثلا يوصل 500 هذا خلاص الاداء الحين كم يغلى اداء البطاريه، الايباد بعد 1000 يغلى ادائها الاداء البطاريه، الايبود بعد 400 يغلى اداء البطاريه، فعلى حسب كل جهاز وعلى حسب حجم البطاريه وعلى حسب الكثافه حق المواد اللي دخلت تصنيع البطاريه. الكل يعرف السنة اللي راحت أبل يعلنت مثل المؤتمر حق الآيوس 13 تكلمت عن ميزة اللي هي ساين ود أبل. أبل عادت المبرمجين تقريبا سنة كاملة إلين ما يدعمون ذا الميزة، فالديدلاين حقها وآخر وقت لحق المبرمج إنه يحط الميزة اللي هو جون 30 شهر 6. طبعا أي برنامج يدعم تفتح برنامج مثلا يقول لك تقدر تسجل بجوجل ولا فيسبوك لازم يحط ساين ود ابل برضو. اذا حط ساين ود ابل فانت تقدر تختار الخيار هذا، ما راح ياخذ المعلومات ابل تقدر تتحكم فيه، ضغطت عليه يقول لك مثلا تبي تعطي المبرمج الايميل حقك ولا رقم جوالك ولا الادرس ولا ما تبي تعطيهم ليش المعلومات هذه كلها. فحلوه الحركه او الميزه هذه عشان ما تجيك دعايات او اعلانات من البرامج او البرنامج يبيع معلوماتك لشركات ثانيه، فهذه المعلومه كلها. طبعا اعطته بسنة كاملة اتوقع لان في الشهر هذا او في جون برضو المؤتمر حق قبل الجاي بيكون حق الايوس 14 فيمكن تنزل ميزات جديدة فراح تجبر المطورين بشيء ثاني، فتبي تخلص امورها مع الساين وساين اب ابل علشان تبدا بشيء ثاني تجبر المطورين. برضو لو نتذكر النوتش اول ما حطت ابل في الايفون 10 ابل اعطت المبرمجين انه لازم يدعمون النوتش الى 2020 الشهر هذا شهر 5 الحين او قصدي شهر 4، لكن مشاكل الكورونا فمددت لهم تقريبا لشهر 8 او 9 قدام.
تقريبا ابل عطتهم ذي السنه هذه يعني حدهم انه يدعمون ذا النوتش، لان يمكن ابل السنه هذه راح تنزل ايفون جديد بشكل ثاني مثلا نوتش اصغر او شيء، فبترجع مره ثانيه ستوب ثاني السنه هذه انها تجبر المطورين يدعمون الشيء اللي بتحطه مره ثانيه. فحبه حبه كذا ابل علشان ما يصير جلتش في البرامج، ما يصير في مشاكل، فخلاص تجبر المطور الحين انه يحط النوتش اجباري ذي السنه، السنة الجاية مع الشيء الجديد اللي بتحطه في الايفون راح تجبر المطورين مرة ثانية بشيء ثاني، وتعطيهم برضو مهلة سنتين ثلاث سنوات إلين على الشيء الثاني اللي بتسويه برضو. فهذا الحركة عشان يكون البرنامج يشتغل بقوته وما في يصير جلتش أو خروج من برنامج أو شيء أو تعارض مع النوتش. جلس أشتغل على إكسل وحط ملفات، الحمد لله حصلت وين الريكفري. ويندوز سكر البرنامج الحالي كذا، ها ودي نسكره هنا.